تولى عدة مناصب في سوريا، منها كرسي الحكم، عضو في البرلمان السوري والتركي. حارب الفرنسيين ثم حارب معهم، حكم سوريا وفرح لقصف دمشق. صبحي بركات الرئيس المستعمر. صبحي بن رفعت آغا بركات ولد في أنطاكيا عام 1889، ينتمي للعائلات الإقطاعية من أصول تركية ويحمل الجنسيتين التركية والسورية. يتحدث العربية بصعوبة، لكنه تبوأ أعلى المناصب في سوريا. كان نائباً في البرلمان التركي قبل قدوم الملك فيصل لسوريا، ومع مجيء الملك التحق بحاشيته، انخرط في صفوف الثورة السورية والتحق بركب رجالاتها الأحرار. تقرب من إبراهيم هنانو قائد ثوار حلب قبل أن ينقلب عليه حين انكشفت عمالته لفرنسا. أوصلته فرنسا لرئاسة حكومة دولة الاتحاد السوري حلب ودمشق واللاذقية بين عامي 1922 و1924، ثم أصبح رئيساً لسوريا لمدة عام واحد، ثم رأس حكومة سوريا لعام آخر عام 1924.